بعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. تمام، الامتحان اللي كان عندنا الحصة اللي فاتت عشان كل حد يعرف الأخطاء اللي كانت عنده ويعرف درجته برضو من خلال الاكسرسايز دوت. عندي في السؤال الأول لما أقول how are you نرمين، هرد هنا وقت وأكتب I am fine thank you. How are you? I am fine thank you. النقطة الثانية بسأل سؤال إجابته I am studying English أو I am وING. أي ING عندي يبقى هسأل ب what are you doing. What are you doing؟ لأن طبعا عارفين إن ال are you بحولها ل I am، وعند ING يبقى بجاوب برضو بال ING، يبقى what are you doing. النقطة اللي بعد كده بسأل، ده الامتحان، بسأل سؤال قال لي yes we will have an English test tomorrow. طالما عندي will في الإجابة يبقى بسأل ب will. الوي أصلها يو، يبقى هقول له will you have an English test tomorrow. will you have an English test tomorrow. بعد كده do you like English، هقول له yes I do. do you yes I do. بروح بعد كده لجزئية الاختياري. the earth نقط natural energy، قلنا طبعا the earth has لأن دي حقيقة، يبقى بستخدم المضارع البسيط. المضارع البسيط هنا هو has. The earth has. Number two. When a turbine turns, it makes. لما بستخدم في جملة مضارع بسيط، يبقى بقية الجملة برضو مضارع بسيط. S و S. Number three. بقول نقط is something you can't believe. حاجة لا يمكن تصدقها. دي بسميها incredible. Number four. When you visit a new place. مين في دولت كان show you around، يقدر يتجول بيك او يلف بيك في المكان ده، قلنا a guide. what fast car، قلنا fast car هنا لان عندي كلمة car لها مفرد وجمع، وهي في حالة المفرد دلوقتي، يبقى اقول what a fast car. number six. the girl is clever. the girl is clever. يبقى اقول هناك isn't she. السؤال المزيل، قلت بستخدم نفس الفعل المساعد اللي موجود في الجملة. إذا كان الفعل المساعد مثبت يبقى بستخدم النفي بتاعه، ولازم تكون نوت مختصرة بالشكل اللي قدامي. After the children had seen، الناس اللي غلطوا في قاعدة after أكتر من مرة. عندي after، قلت بعدها جملة ماضي تام اللي هو had وتصريف ثالث. يجي لي هناك ماضي بسيط اللي هو عبارة عن new. وجود after أو when بعدها ماضي تام اللي هو had وتصريف ثالث، يبقى هناك new ماضي بسيط. don't go too near the of the pool you might fall in. يبقى اسمها edge، ما تقربش من حافة أو طرف. edge. أسماء dropped a of ink من الحبر on her dress، قلنا اسمها splodge. number 10. what is going to، عنوان الوحدة، قلنا going to مصدر، المصدر عندي happen. what is going to happen، ايه اللي هيحصل. بروح بعد كده لجزئية الريرايت اللي فيه ناس غلطانين فيها كتير. لما اقول my brother said to me please help me، أنا هنا مدي لك الفعل مباشر وبقول لك استخدم لي asked. يبقى هقول my brother asked me، هشيل said to وأكتب مكانها asked. هنشيل الأقواس وأشيل كمان كلمة please وأكتب to help him. my brother asked me to help him. number two. have you ever been abroad؟ عايز استخدم he لما يديني السؤال بالشكل ده ويقول لي استخدم ضمير تاني زي هي او شي. كل اللي انا بعمله ان انا ببدل الضمير اللي موجود في الجملة زي يو ببدله بهي. طب انا بدلت اليو اصبحت عندي هي، هي الهي عايزة ايه هنا؟ هقول له هاز. يبقى هاز هي ايفر بين ابرود. هاز هي ايفر بين ابرود. انما لو مديني نفس الجملة وبيقول لي استخدم نيفر،
يبقى أنا هنا هجاوب باستخدام never عشان أقول له no I have never been abroad. نقول تاني لما يديني جملة زي ديت ويقول لي استخدم never يعني جاوب باستخدام never يعني عشان أقول له no I have never been abroad. إنما بالشكل ده ويقول لي استخدم he أو she أو أي ضمير تاني أو اسم تاني يعني حط لي هنا الضمير مكان الضمير اللي موجود وغير ما يلزم. لما أجي أشتغل على هي يبقى أنا عاوز هنا has. نمبر 3 he said to her هو قال لها I have trained well. عايزنا استخدم told هقول له حاضر said to بحولها لtold يبقى هقول he told her he told her. بنحذف الأقواس ونربط برابط ما بين الجملتين اللي أوله I ده يعني بربط بينهم هنا برابط اسمه that يبقى he told her that. الفعل اللي بره اسمه he يبقى that he. قلنا بحول الفعل اللي جوه للماضي منه. أول فعل بيقابلني هو have الماضي من have اسمه had يبقى أقول he told her that he had trained well. had trained well بدل ما كانت الجملة مضارع تام أصبحت ماضي تام. first I studied hard then I slept. في الأول ذاكرت كويس وبعدين أنا نمت. عايزنا استخدم after capital يبقى هقول له after. I studied لازم احولها للماضي منها اللي هو had studied. ليه؟ لوجود كلمة after يبقى had وتصريف ثالث. يبقى after I had studied hard I slept. طبعا بشيل first وبشيل then. يبقى after I had studied hard I slept. You are asleep aren't you? You are, aren't you? عايزنا استخدم he. عايزنا استخدم he. يبقى انا هبدل ال you بهي. وهي عايزة is. يبقى he is asleep. Isn't he? He is asleep. Isn't he? بعد كده مديني قطعة جميلة وسهلة ما فيهاش أي مشكلة. مول ووتر از فيري امبورتانت فور اور لايف. الميه مهمه في حياتنا. وي نيد ووتر محتاجين الميه فور درينكينج للشرب ووشينج والغسيل كوكينج والطهي اند ووترينج ذا فيلدس وكمان لري الحقول. ايفريوان شود فيل سوري فور ايفري دروب ذات فولز كيرلسلي. كل واحد لازم يكون اسف وندمان على كل قطره بتضيع هباء. Many careless people ناس كتيرة من الناس المهملة ديت use water بتستخدم المية in a very bad way بطريقة سيئة. They هم مين دول؟ ده همت. They use too much water to wash their cars بيستخدموا مية كتيرة أكتر من لازم لغسيل السيارات. Others ناس تانية زيهم برضو leave the tabs بيصيبوا الحنفيات open day and night نهار وليل. children must be taught لابد أن يعلموا أو يدرسوا how and when كيف ومتى to use water carefully إزاي يستخدموا المية بحرص وبعناية. their parents الوالدين and teachers والمدرسين بتوعهم must tell them لابد أن يخبروهم ويقولوا لهم that water can help us إن المية دي تقدر تساعدنا turn the desert نحول الصحراء into green land إلى أرض خضراء to grow عشان نزرع more crops المزيد من المحاصيل. السؤال الأول what do we use water for؟ هقول له we need water for drinking, washing, cooking and watering the fields. Number two, what must the teachers and the parents tell the children
هما الآباء والمدرسين عليهم إنهم يعلموا أولادهم إيه؟ أقول له بالضبط زي ما موجودة في القطعة: their parents and teachers must tell them that water can help, أو هنا can help us turn the desert into Greenland. When should everyone feel sorry? إمتى يجب علينا إن إحنا نشعر بالأسف والندم؟ أقول everyone should feel sorry for every drop that falls carelessly. Number four, using water carefully, استخدام المية بطريقة جيدة gives us more, بيدينا more crops. We get water at home from, بنحصل على المية في البيت from taps, من حنفيات. The underlined word they, كلمة they اللي تحتها خط refers to, بتشير إلى on a careless people. بالنسبة لأسئلة الستوري ونظامها في الامتحان، أنا بيجي لي ثلاث أسئلة ونقطتين كومبليت. السؤال الأول لما يقول لي how long is the longest lava cave in the world؟ أقول له 11 كيلومتر. It's more than 11 كيلومترز long. It's more than 11 كيلومترز long. Where do ice caves appear؟ أقول له ice caves appear under glaciers. What do you need on your head to go caving؟ عشان تعمل caving لازم يكون عندك a hard hat with a light. Caves are on a hollow spaces in rock or ice. الثلاث ميه دولت grow up بيطلع لفوق. الثلاث ميه فلور قلنا اسمها stalagmites. stalagmites grow up وعكسها stalactites هي اللي grow down from the roof of the cave. يبقى إذن مطلوب مننا مراجعة الستوري حرف حرف، مراجعة الستوري حرف حرف. بعد كده بيطلب مني كتابة باراجراف بيتكلم هنا عن your birthday، عن عيد ميلادك أنت، ومديني كلمات زي last week: birthday party, cake, presents, invite, sang, danced, happy. بقدر أقول له last week was my birthday، الأسبوع اللي فات كان عيد ميلادي. I had a big party، أنا عملت حفلة كبيرة. My father، بابايا، bought me a nice present، بابايا جاب لي هدية كويسة. My mother made a big cake، ماما عملت لي تورتة كبيرة. I invited my friends، أنا عزمت أصحابي. كل جملي ماضي، كل جملي ماضي لوجود last. I invited my friends. They came in the evening. جم في المساء. We ate the cake. أكلنا الكيك. They gave me presents. جابوا لي هدايا. I was very happy. We sang together. غنينا مع بعض. We danced. رقصنا. We were very happy that night. كنا مبسوطين جدا في تلك الليلة. بطريقة، عندي أكتر من طريقة لكتابة باراجراف بالنوعية دهية. هاجي بعد كده لآخر سؤال بيجي لي في الامتحان، اللي هو write questions، كون أسئلة على الكلمة اللي موجود تحتها خط. What's wrong؟ جملة الأولى لما يقول لي I have a headache. I have وأي مرض. I have وأي مرض، يبقى سؤالها ما ينفعش أقول لك what do you have. سؤالها هنا هو what's wrong، أو what is the matter، أو what's wrong with you، أو what is the matter with you، ماذا بك، مالك. Yes I saw. Did you see the doctor؟ Did you see the doctor؟ No I won't go to school tomorrow. يبقى أقول لك will you go to school tomorrow؟ Will you go to school tomorrow؟ ده شكل الامتحان بالنسبة لنا السنة دي إن شاء الله. يبقى عايزين شوية تركيز، نراجع باهتمام شوية. الناس اللي معتمدة على إن هي تغش أو غيره ما ينفعش الكلام ده. نظبط الدنيا
ونراجع من أول المذكرة تاني. هنروح سريعا مع بعض نشوف جزئية تانية. سير سير. أيوة. Did I get the full mark؟ عايزة إيه يا سامة؟ جبت الدرجة النهائية ولا لأ؟ أنا مش قلتلك؟ أوكي، أنا كنت بحسب اللي حضرتك كنت يعني مرجعتش التست. لا أنا مراجعة، أنا أنت بعتهولي ورجعتهولك وقلتلك إنك مقفلة صح؟ برافو يا سام، برافو يا سام. Thank you. تعالوا نشوف مع بعض جزئية مهمة النهاردة عشان برضو الناس نحاول نحطها على الطريق المظبوط بالنسبة لنا. يلا هروح كلنا مع بعض في مذكرة الولد مرة تانية لبيج 9 و10. بيج 9 و10 جبناها. أيوة يا سيد. تمام. ها حد حللها ولا جبنا المذكرات ورمينا؟ أنا عايز حلها. ها حلها كلها فيش. تمام. الجزء ده كنا حليناه مع بعض في الشيت قبل المذكرة. لما جات المذكرة في ناس حلت وناس نامت. بنحاول نفكركم تاني بالجزئيات ديت عشان طبعا مراجعة قبل الامتحان. ونجهز نفسنا الامتحانات الاسبوع اللي جاي ده، يعني خلال 10 ايام اللي باقيين على الامتحان نجهز نفسنا الامتحانات. ها الجزئيه الاولى عندي هنا، لما اقول كومبليت ذا ميسنج بارتس ذا فولوينج دايالوج، كمل الاجزاء الناقصه في المحادثه. مديني محادثه ما بين توم وماري، هنا بسال سؤال اجابته اي واز فيزيتنج علي ات ذا هوسبيتال. اي واز فيزيتنج علي ات ذا هوسبيتال. أقدر أكون أكتر من سؤال على حسب المعلومة اللي موجودة عندي في المحادثة، ولكن بيفضل كتابة أسئلة معينة. لما أقول هنا I was visiting يبقى أقدر أقول له What were you doing؟ What were you doing؟ لما أقول I was أصلها were you، وعند ING يبقى هسأل بـ ING، يبقى What were you doing؟ ماذا كنت تفعل؟ كنت بتعمل إيه؟ I was visiting علي at the hospital. واحد تاني ممكن يقول لي هنا هو Who were you visiting at hospital؟ انت كنت بتزور مين في المستشفى عشان اقول له علي، او انت كنت بتزور علي فين عشان اقول له في المستشفى. ولكن افضل من ده كله انت كنت بتعمل ايه؟ What were you doing؟ Why was in he in hospital؟ ليه هو كان موجود في المستشفى؟ هقول because he was ill. Why was he؟ because he was ill او sick. بسأل سؤال تاني، قال لي he has been ill since last Sunday. ملحوظات أو الفنيات اللي عندي في المحادثات عشان برضه نجيش في الامتحان ونقف. وجود since أو for اتفقنا بسأل عنها بهاو لونج. وجود since أو for بسأل عنها بهاو لونج. أما لو عندي always أو sometimes أو usually أو once أو twice أو three times يبقى بسأل بهاو often. موجود عندي last وsince last Sunday يبقى أقول له how long has he been ill. How long has he been ill يبقى أدور على أداة الاستفهام المناسبة. بعد كده بعمل المقص بتاعي عادي خالص، ببدل الفعل المساعد قبل الفاعل. يبقى how long has he been ill، هو مريض بقاله قد إيه. Is he better now، هل هو أحسن دلوقتي؟ أقول له yes he is. Yes he is. أروح لجزئية الأندرلاين. أما أجي هنا أفكركم بجزئية الصفات الـ ING والـ ED. الصفات اللي بتنتهي بالـ ING قلت بستخدمها لوصف أشياء أو غير عاقل، أما بستخدم الـ ED لوصف الأشخاص. فلما أقول I am reading a not book يبقى أنا عايز صفة للبوك. هلاقي عندي اي ان جي واي ان جي الاثنين اوكي، الاثنين معايا لحد دلوقتي، ولكن ده بيقول لي هي تيجي مع لا يا سيدي مش لا يبقى اذا ما عنديش غير تيجي مع الكلمات الثانيه، ما عنديش غير فاسينيتنج. يبقى اي ام ريدنج ا فاسينيتنج بوك. نمبر 2
The children have nothing to do. The children have nothing to do. الولاد ما وراهمش حاجة يعملوها. They are. أنا خلينا بوصف إن children يبقى هم bored. Joliet is very. Joliet is very. هقول له هنا وات in animals. عندي in. يبقى اسمها interested in. We saw such not family yesterday. Excited. بوصف الفاميلي باعتبار انهم بني ادمين يبقى عايز الاي دي excited. Mr. Smash ate. اكل ساندويتشز زان. وجود زان بيعني عندي حاجه من اتنين، يا فيور يا لس. فيور زان او لس زان، ولكن انا عندي ساندويتشز اس جامعة، يبقى بقول له مع المعدود فيور. مع المعدود فيور. الصوت اللي عند حد ده طالع، اقفل عندك. مستر سماش ايت فيور ساندويتشز زان مستر كريم. مسز باركل درانك جوس زان. عندي زان، يبقى برضه هقول له يا ليس يا فيور، بس ده انا بتكلم عن جوس اسم غير معدود كمية، يبقى اقول له لس. سوبر بوتس ايت ذا ذا ذا، يبقى بدور على الاس تي، يبقى عندي هنا يا اما ليست يا فيوست، بس ما هو ما ادانيش اساسا فيوست، خلاص يبقى ذا ليست فروت. ميس سويفت ايت ذا، ممكن فيوست ويمكن ليست، ولكن هو مديني كيكس باعتبار ان انا عندي كيك وكيكس، يبقى انا هقول له ذا فيوست لانه اسم معدود. Why did he، اتفقنا ان وجود did او do او does مصدر، وجود did او do او does مصدر، يبقى why did he dive. The chickens were. وجود was او where او is او are، عاوز بعدها تصريف ثالث. Use مش تصريف ثالث. Drank مش تصريف ثالث. Ate مش تصريف ثالث. امال مين التصريف الثالث اللي هنا؟ drunk. جملة الأولى في الريرايت. He dived into the water to save the young boy. عايز أسأل why. جزئية 2 بتاع السنة اللي فاتت. To زائد مصدر. يبقى هقول له why. Did. جبت did منين؟ أنا عندي dived. ماضي. أي فعل ماضي بعوض عنه بdid. يبقى why did he dive into the water. وكويستشن مارك ما تتنسيش. The film was interesting. I watched it twice. عايزنا استخدم interested. هبني جملتي الجديدة على الجملة القديمة. يعني ايه؟ يعني الجملة القديمة فيها was، كانت ماضي، يبقى لازم انا برضو لما اكتب عن نفسي هقول ماضي. يبقى لما يقول لي the film was هقول له I was. The film was يعني I was interested in the film. I was interested in the film. طب لو بيقول لي the film is هقول له I am. The film is I am. The film was يبقى I was interested in the film. Number three. No he hasn't got dressed yet. عايز نسأل بهاز. طب وهي يعني اعمل لي مقص يلا واشتغل. يبقى has he got dressed yet. Has he got dressed yet with question mark. The boy was so sad. لما يديني جملة زي ده هيت ويقول لي استخدم not not واسكت. لو مديني جملة دي وبيقول لي not هنط واسكت. يعني ايه؟ يعني وسط بقى wasn't بس. ده لو بيقول لي not. انما هو بيقول لي هنا استخدم happy. علاقة هابي ايه بالجملة؟ علاقة هابي انها عكس ساد. يبقى لما اجي ابدل كلمة بعكسها لازم انفي الفعل اللي قبلها. يبقى اقول له the boy wasn't happy. The boy wasn't happy. Was not happy يعني كان sad. He has been ill for 2 days. واخد لي خط في الامتحان تحت فور.
تو دايز، يبقى اسال بهاو لونج، هاو لونج هاز هي بين ال. بعد كده كان عند القطعه لما كان بيقول لي هاو دو مستر اند مسز ميلر جيت تو ورك، هقول له هنا هو باي سبواي، او اقدر اقول له بالظبط زي ما هو شرح لي في القطعه، زي ووك اب ذا ستريت اند تيك ذا سب واي. هاو دو جون اند كريس ولادهم جيت تو سكول، هقول له هنا هو زي ما كان قايل في القطعه، جون اند كريس ووك along ذا ريفر ذن جو اوفر ذا بريدج تو سكول. وات كان ذا ميلرز دو on weekends، بيعملوا ايه في الويكندز مع بعض؟ on the weekends they can stay up late and watch scary movies together. the millers do things on together. Mr. Miller takes that to his work. مفيش، ده هو كان كاتب في القطعة subway، وهنا مفيش subway، مفيش إجابة صح يا سير. لا، ما هي subway equals underground. subway equals underground. بالظبط زي لو قلت لك walk equals on foot. تمام؟ يبقى هنا هقول له underground. The Millers are a family. هقول له a happy family. They built a bridge over the river. عايز نسأل عن bridge بس. يبقى what did they build؟ What did they build over the river? Mr. Smith has the most cakes. يبقى who has the most cakes؟ شلنا سميث وجبنا هو بس. Yes, she has been to America. يبقى باي باي يا يس. تعالي يا شين تو هاز بدلوا مع بعض. يبقى هاز شي بين تو امريكا والكويشن مارك. ده بالنسبه لجزئيه الويلكم او ريفيجن. بعد كده رحنا ليونت 1 اللي هي كانت هيت ان ذا ايرث وزيارتنا لايسلاند. اتفقنا وقلنا قبل التواريخ الكامله زي اللي موجود قدامي كده، لما اقول له صندي 19 جون او صندي بس، قلنا بستخدم حرف الجر اون. بعض الكلمات اللي كانت عندي مهمه في الدرس الاول موجوده عندي كاكسرسايز بيج 13. في بيج 13 اول سؤال مهم بالنسبه لنا في المراجعه، لما يقول لي ثريلينج جايد رف ايربشن وورد دراجون، استخدام الكلمات دي عشان الاختيارات. اقول له when you visit a new place مين اللي كان show you around؟ اقول له جايد. the knot of a volcano is very noisy. فولكانو يبقى اسمه ايربشن. my uncle's inventions always look very very weird. weird strange غريبة. This adventurous or adventure story is really and it's full of surprises. أقول له thrilling. there is often a in all the Chinese stories. Chinese stories يبقى كان عندهم الدراجون. some shells have spines on them and they feel they feel rough. بعد كده قلنا الجزء ده عندي مهم، ولما اجي اراجع اراجع على الجزء اللي زي ده اهوت اللي هو الديفينيشنز. لما اجي اراجع اراجع على الجزء اللي زي ده اهوت اللي هو الديفينيشنز، التعريفات. تعريفات ازاي هحفظها؟ قلنا لا، ما بنحفظش تعريفات، انا بفهم تعريف اللي موجود في الجمله عشان جمل الاختيار. يبقى لما يجي يقول لي ذا سنترال بارت اوف فولكينو، هقول له ده اسمه الكراتر، فوهة البركان او فتحة البركان. لما يقول لي ده بوك انت بتكتب فيه حاجاتك اللي بتحصل لك كل يوم، يبقى دي اسمها دايري. لما يجي يقول لي فيري اكسايتنج، هقول له اسمها ثريلينج. لما يقول لي someone who studies the rocks، بيدرس الصخور او بيعرف عن الصخور، ده اسمه جيولوجيست. لما يقول لي kind of hot spring، بقول له اسمه جيزر، ينبوع ماء ساخن. لما يقول place where water rises up into the air، ده اسمه fountain، نافورة. لما يقول لي very strange a word،
معناها peculiar بمعنى غريب. لما يقول لي large area of ice ده معناها glacier. لما يقول لي to move very quickly دي معناها shot. Person who shows a place to visitors ده اسمه guide. ما يقول لي kind of mountain هقول له ده اسمه volcano. الليكويد روك which flows from a volcano دي بنسميها لافا. يبقى مراجعتي هتركز على الحتت اللي زي دي اللي هي بتقابلني في أسئلة الامتحان. هاجي بعد كده كان عندي exercises كتيرة، منها سؤال المحادثة اللي في الأول ده، سؤال المحادثة الجميل ده لما قولي yes I have been to Iceland. Yes I have been to Iceland. يبقى هقول له have you been to Iceland؟ هو أنت عمرك رحت أيسلندا؟ أيوه. Who did you go with؟ قال ده سألني في الأول مضارع تام وفي الثاني سألني ماضي بسيط. أنا حسب السؤال بكون. مديني have سألت بهاف، مديني did أجاوب على قد did. Who did you go with؟ هقول له I went with my family، I went with my father، with أي حد. What did you know about Iceland؟ طب أنت تعرف إيه عن أيسلندا؟ قلنا it's called اسمها the land of ice and fire. Fire أو fire and the ice. سألنا سؤال قال لي yes we went down a volcano، أيوة نزلنا في البركان. يبقى did you go؟ ما ينفعش يسألك تب have، لا ما ينفعش have، ما ينفعش دو، لا ما ينفعش دو. انا عندي وانت ماضي يبقى لازم اسال بديد فاعل مصدر. يبقى ديد يو جو داون ا فولكينو. بعد كده الاختيارات على جزئيه الريدنج. I've just arrived Iceland. قلنا ايسلاند باعتبارها دوله او مكان كبير يبقى اسمها arrived in. I am forward to this holiday اسمها I am looking for. مدينة I am looking. It isn't smooth. معنى كده it's rough. The opening at the top of a volcano is called crater. Peculiar means strange. غريب. This adventure story is really thrilling. I can't believe it. I can't believe incredible. It. It's incredible. Amendola is a hot spring which rises up because of severe heat. The اسمه geyser. The of volcano is very noisy. The اسمه eruption. Dragons were animal. قلنا جيناتيك animals حيوانات، هنا حيوانات ضخمة أو كبيرة. When you visit a new place Amendola can show you around. قلنا اسمه جايد. My uncle's inventions always look very weird. There is often in all the Chinese stories dragon. أقول له dragon. ومن هنا بتيجي الجمل المهم، هي فين يا سير؟ الاس بي يعني جمل كتاب المدرسة، الدبليو بي جمل كتاب التدريبات. ليه؟ لأن يوم ما بنحط امتحان بنحط من الجمل اللي زي ده، هي بتاعت كتاب المدرسة ده، هي اللي احنا لسه حلينها. نمبر 13 قلنا there is often a dragon in all the Chinese stories. Number 14 some shells have spines on them and they feel rough. Amendola is a place where water rises up into the air. قلنا دي اسمها fountain، نافورة. Amendola is kind of mountain، نوع من الجبال، ده اسمه volcano. Amendola is a large area of ice which moves down، ده اسمه glacier. Amendola is central part ده اسمه crater، فوهة البركان. ده is the liquid lava. To knock is to move very quickly. Shot. They are swimming in a hot pool. When volcanoes are active they shot up
لافو لافو لافا. مونسترز ار كريتشرز terrifying terrifying مرعبة مخيفة. ايسلاند از نون فور ذا لاند اوف معروفة باسم ارض ice and fire. I really look forward to. Look forward to على بعضها يجي لي بعدها يا اسم يا ing. Look forward to يا اسم يا ing اللي بيقول مصدر. Look forward to يا اسم يا ing. فأقدر أقول look forward to school. Look forward to أي حاجة اسم أو لو فعل يبقى الفعل اللي آخره ING. يبقى look forward to seeing, to playing, to eating. I am going to write everything. نقط اسمها write down. Write down. When we were over the island, we could see volcanoes. When we were flying, when we were flying over, none of these volcanoes were نقط. زي وير ستنت ستنت خامده وميته يبقى erupting هنا وير erupting. The eruption of the volcano would be thrilling thrilling. انا عاوز ing. Really. It's to go to the volcanoes when they are quiet. لما يبقى هادي او خامد. It's safer من الامن. When the volcano erupts, the rocks come, the volcano, out of, تخرج من. It isn't, it feels rough, يبقى not a, not smooth. When the volcano erupts, the hot lava runs, runs, the sides of it, اسمها rundown. When the volcano was erupting, the hot rock turned into, الروك الهوت روك بقت ليكويد. بليز ليت مي. ليت مفعول مصدر. ليت مفعول مصدر يبقى ليت مي كيب. ايه من دول؟ سموان هو ستادي ذا روكس. جيولوجيست. هيكلا از ان اكتيف فولكانو. جيولوجيست اولويز نوز ا لوت About. No about. No about. A geyser is a kind of hot spring. ينبوع ماء ساخن. When we heat water, it bubbles. Peculiar means it's a very strange a word. The springs inside active volcanoes are not hot. نقط هوت ار بويلينج هوت وعكسها ار فريزينج كولد. بولز اوف هوت بابلينج مد انسايد ان اكتيف فولكانو ار كولد مد بوتس ا لونج تايم.